بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصيدلاني محمد جواد. إن شاء الله اليوم حنبدي حلقتنا الخامسة من سلسلة حلقات فارماسيست جايد. في الحلقة السابقة اللي هي الحلقة كانت رقم 4 تحدثنا عن الفارماكوكاينتيك كونسبت أو باراميترز، وقلنا تضم البايو افيلابوليتي، وأصبحنا على معرفة تامة ماذا يقصد بالبايو افيلابوليتي، ولحينا بهذا المصطلح هواية. الفوليوم اوف ديستريبيوشن ايضا تكلمنا عنه، وحكينا عن الهاف لايف، وقلنا يقصد بيها انه الوقت اللي يحتاجه الدواء حتى يوصل الى نصف تركيزه. وتكلمنا ايضا عن الكليرنس، وعرفنا الاريا اندر ذا كيرف، وعرفنا ماذا يقصد بالاريا اندر ذا كيرف، وشفناها سوية بمخطط وضحناه في الحلقة السابقة، وعرفنا ماذا يقصد بالإليمينيشن ريت كونستانت. وقلنا الدواء إما يطلع من الجسم بالزيرو أوردر كاينتيك، يتبع الزيرو أوردر كاينتيك، أو يتبع الفيرست أوردر كاينتيك، وعرفنا إحنا شلون نميز بيناتهم، وعرفنا عن طريق المخطط شلون هذا هو لينير وشلون هذا هو نون لينير، وعرفنا إحنا شلون نميز بيناتهم. اليوم إن شاء الله حنتطرق إلى موضوع لا يخلو من الأهمية، وهو موضوع الفارماكو داينامكس. وإن شاء الله الفارماكو داينامكس حيكون هو الموضوع الأخير اللي إحنا حنتطرق له في حلقات اللي تخص الجنرال إنترودكشن أون دي فارماكولوجي. إحنا عندنا معرفة مسبقة بالفارماكو داينامكس، وقلنا الفارماكو داينامكس ديسكرايب the actions of a drugs on the body، تأثير الدواء على الجسم. وقلنا تأثير الدواء على الجسم يتمثل انه احنا نشوف الميكانيزم of action، therapeutic effect، toxic effect، واني حاجة حتى اجي اشوف الميكانيكية مال الدواء لازم اجي ادرس الريسبتر، لازم اجي ادرس موضوع اللي هو اتحاد الدواء بالريسبتر، اشوف هذا الدواء شلون يجي يتحد ويا الريسبتر. وهذا الموضوع راح اسميه ادراك ريسبتر انتركشن. بعد ذلك راح اجي اتكلم عن الجي بروتين كابل، يعني هذا المصطلح لبعض المشاهدين حيكون هو مبهم، بس ان شاء الله احنا بالسلايدات القادمه راح نوضحه، وراح نجي نشوف شو يقصد باللايجند ليجند ريسبتر انتركشن، وحنشوف الدوز ريسبونس كيرف، وايضا من خلالها حنتطرق الى مصطلح الاغونست والانتاغونست، ومحضر لكم ان شاء الله فيديو راح يوضح لنا الاغونست والانتاغونست بطريقه جدا جميله. احنا في المحاضرات السابقه كل كلامنا كان عن ماذا يفعل وماذا يعمل الجسم، وما هو تاثير الجسم على الدواء، شو يسوي للجسم بالدواء، راح يسوي له ابزوربشن، وراح يسوي له ديستريبيوشن، وراح يسوي له ميتابوليزم، وراح يسوي له اكسكريشن. هسه الدواء عمتين راح ياثر لي على الجسم، وهذا التاثير متمثل بيا عمليه، ايش راح يسوي لهذا الدواء انا من اخذته، ايش راح ياثر لي على الجسم. هذا كتوضيح ثاني يوضح لي مصطلح الفارماكو داينامكس. فاول موضوع حنتطرق له هو الدراج ريسبتر انتركشن. يقول اني حتى اجي افهم مصطلح الفارماكوديناميك لازم اجي افهم مصطلح الدواء الدراكس، وافهم الريسبتر، وافهم السيجنالينج انفولفد. زين، اني الدواء حتى يشتغل وحتى ينطيني تاثير، سواء كان هذا التاثير هو تاثير مقبول لو تاثير غير مقبول اللي هو الضار، لازم يجي يرتبط بالريسبتر. يعني هذا الدواء يجي يقعد على الريسبتر اللي هو المستقبل، الدواء حتى يشتغل لازم يكون عنده مستقبل بالجسم، فعندما يرتبط بالمستقبل اللي هو الريسبتر فرح ينطيني تأثير، وهذا التأثير إما يكون هو تأثير مقبول أو تأثير غير مقبول. فهنا يوضح لي يقول الدراج is any exogenous chemical which affects the working of body، اي ماده كيميائيه اتناولها هو هذا الدواء. يعرف للريسبتر يقول is a protein that may be located inside the cell، يعني هو ممكن
يقع داخل الخلية وسميه امتراك سيلولر بروتين ريسبتر، وحنيجي نشوف ان شاء الله بالسلايدات القادمة شلون راح يصير عندي امتراك سيلولر ريسبتر or on the membrane واسميه extra cellular receptor. عادة الفعالية من تبدي شلون تبدي؟ تبدي بإشارة، هاي الإشارة هو منو يبديها؟ يبديها الدول، فلذلك أنا أسمي signaling involved. الدول هو اللي راح يمطيني شرارة الإفكت، هو من يجي يرتبط بالريسبتر هذا الارتباط هو راح يولد لي شرارة، هاي الشرارة هي تخلي يصير هناك نقل للإشارة، وبالتالي حيشتغل الدواء. فمجرد توضيحية لمصطلح signaling involved إنه الدواء هو اللي راح يبدي إنه ينطيني إشارة، حتى يعطيني إشارة عن طريق ارتباطه بالريسبتر. فهاي هنا معادلة توضح لي، تقول drug زائد receptor ينطيني drug receptor complex معقد، وهاي العملية reversible. والآن متى ما كسرت العلاقة بين الدراج والريسبتر، متى ما كسرت الارتباط بين الدراج والريسبتر، حيرجع الدراج ينفصل عن الريسبتر، وبالتالي من يرتبط الدراج والريسبتر حيمطيني البيولوجيكال إفكت. ليذكر لهنا معلومة يقول if a drug works by binding with a receptor، إذا الدواء هو يعمل عن طريق ارتباطه بالريسبتر، it can also be called a ligand. أطلق على هذا الدواء اسم مصطلح الليجند. يقول هاي أنا عندي خلية بها ريسبتر، وهذا هو الدواء من يجي يقعد على الريسبتر، فهذا الدواء أنا أطلق عليه مصطلح الليجند. وهذا الريسبتر لما راح يرتبط عندي الليجند ويا الريسبتر، هنا أنا حيمطيني السيجنالينج مثل ما ذكرت في السلايد السابق. فيقول أنا عندي types of ligand or ligand. عندي exogenous ligand or ligand، يعني عندي exogenous يعني شيء هو خارج الجسم، or عندي endogenous ligand. يقول ال exogenous ligand هي اللي تجيني من خارج الجسم outside the body، وال endogenous ligand هي اللي تجيني من داخل الجسم، يعني الجسم هو اللي صنعها. وهاي أيضا حنيجي نفهمها إن شاء الله في السلايدات القادمة، بس مجرد آخذ فكرة إنه إحنا جسمنا هو عبارة عن هو فد biological system يحاول يحافظ على التوازن. فأني عندي بعض الهرمونز من تجي تنفرز بجسمي، هاي أنا أجي أسميها endogenous hormones، تحتاج لها إلى أماكن تشتغل بها عن طريق ارتباطها أيضا. فهاي أنا أطلق عليها مصطلح الإندوجينوس هرمونز، الجسم مالتي هو يفرزها. وممكن أنا في حالة إذا تخرمط البيولوجيكال سيستم مالتي أخذ هرمونات، هاي الهرمونات أسميها إكزوجينوس هرمون. فهو كمثال توضيحي عن الإندوجينوس والإكزوجينوس، مجرد أنه حتى أحافظ على التوازن الموجود بالبيولوجيكال سيستم. فأقول الدراج ممكن هو يكون إكزوجينوس، ويكون إنه many molecules in the body work by binding to receptors too. أيضا these are therefore called endogenous ligand. يطلق عليها مثال يقول اللي هي تجيني أو اللي صنعها الجسم. بهاي الصورة يذكر لي الآلية اللي يرتبط بيها الليجند بالريسبتر. فدي يوضح لي الآلية، يقول الآلية تعتمد على مبدأ القفل والمفتاح، اللي هو الكي، المفتاح هو الليجند الدراج، هذا هو المفتاح، واللوك هو الريسبتر، وبالتالي من يرتبطون حينطيني الريسبونس. فيقول هذا الريسبتر وهذا هو الليجند، فحيجي الليجند أي يرتبط بالريسبتر على شكل مبدأ القفل والمفتاح، وبالتالي حينطيني الأكشن. وهاي أيضا حنيجي نفسرها إن شاء الله في السلايدات القادمة. هسه نجي ندخل الأهم موضوع من مواضيع حلقتنا، اللي هي Major Classes of Receptors، أهم أنواع الريسبترات وأشهر أنواع الريسبترات الموجودة هي أربعة. أول نوع هو اسمه Ligand Gated Ion Channels. النوع الثاني اسمه G Protein Coupled Receptors. النوع الثالث هو اسمه Enzyme Linked
ريسبتورز، والنوع الرابع اسمه انترا سيلولر ريسبتورز. بعد ما عرفنا الميجر كلاسز اوف ريسبتورز، اهم واشهر انواع الريسبتورات الموجوده عندي، هسه حبدي ادخل بهن بالتفصيل واحد واحد، وحنعرف شو يقصد بالليجند جيتد ايون شانلز، وحنعرف شو يقصد بالانزيم بالجي بروتين كابلد ريسبتورز والانزيم لينكد ريسبتورز والانترا سيلولر ريسبتورز، وحنحاول قدر الامكان نفسرها ونوضحها حتى توصل لكم بطريقه جدا سهله. اول اشهر نوع من انواع الريسبتورز هو الليجند جيتد ايون شانلز. فاول موضوع حنتحدث عنه هو الليجند جيتد ايون شانلز. يقول اني هذا هو هاي هي الايون شانلز اللي هي او بالاحرى هو الريسبتور اللي هو قلنا احنا الريسبتور لما يكون on the membrane or inside the cell membrane. هاي هنا أنا يكون عندي هو ال receptor هو على ال membrane. أنا ليش قلت ligand gated ion channels؟ عرفنا الليجند في السلايد السابق، ولذلك أنا اتطرقت لها في السلايد السابق حتى من نيجي نشرح عن أنواع الريسبتورز عندي فد معلومة عن معنى كلمة ligand. وقلنا أيضا هي راح أعيدها أيضا للتوضيح، قلنا إنه ليجن هي أي شيء ممكن إنه هو يرتبط بالريسبتر، سواء إنه يسوي لي اكتيفيشن أو يسوي لي إن اكتيفيشن، هو مجرد أي شيء يرتبط بالريسبتر. فأني هسه كلمة ليجن عرفت شو أقصد معناها. جيتيد أيون شانلز، هاي هي الأيون شانلز وهاي هي الأونات، هي أيونات، هاي هي قناة أيونية متى ما يرتبط بها الريسبتر هتنفتح، وإما تدخل لي أو تخرج لي الأيونات. فيقول هنا R protein ligand gated ion channel R protein pores that open or closed، إنه هي تنفتح وتنغلق in response to a chemical signal. وهاي الكيميكال سيجنال قلنا إحنا في بداية موضوعنا منو اللي كون إياها، هو الليجند. الدواء من يجي يرتبط بالريسبتر راح يكونني سيجنال أو شرارة. This allow or blocks ion flow such as sodium or calcium. خلينا نجي نشوف هاي الصورة أيضا توضيحية. هذا هو الممبرين. إحنا ذكرنا إنه الغشاء الخلوي هو phospholipid bilayer outside cell و inside the cell. هو هاي هذا البروتين يكون هو chemically closed على الريسبتر. هاي هي الأيونات، فأنا يحتاج لي ليجن يرتبطها حتى يفتح الشانل اللي هي يسميها أنا أيون شانل. فلذلك أنا سميت هذا أول نوع من أنواع الريسبتورات ليجند أو ليجند جيتد أيون شانلز. صار هسه أول نوع من أنواع الريسبتورز مفهوم واضح جدا. خلينا نجي نتطرق إلى الموضوع الثاني اللي هو اللي جي بروتين كابلد ريسبتورز. بس قبل لا ابدا اتطرق للريسبتور الثاني، في معلومه نسيتها هسه ذكرتها حبيت اقول لكم اياها، انه احنا مو ذكرنا وقلنا انه اذا ارتبط اني عندي الليجند والريسبتور ايش راح يصير عندي؟ راح تنفتح عند القناه الايونيه، ومن تنفتح عند القناه الايونيه ممكن هاي الايونات تدخل وممكن الايونات تخرج خارج الخليه. زين، شنو هي هاي الايونات؟ هل ممكن هذا الايون اذا دخل للخليه راح يسوي لها اكتيفيشن اكزايتيشن؟ لو ايش راح يسوي لها هاي الايونات او الالكترولات؟ الالكترولايتات سوري، هي اربعه. اما انا عندي كالسيوم وصوديوم الكترولايتس، هذا اني احطهم بصفحه، وعندي الكلورايد والبوتاسيوم. اكو معلومه لازم انا احطها ببالي، انه متى ما دخل الكالسيوم والصوديوم للخليه فراح يسوي لها اكتيفيشن، راح يسوي لها اكزايتيشن، يعني راح ينشط الخليه. يعني فرضا على سبيل المثال اذا دخل عندي الكالسيوم او الصوديوم للخليه فراح ينشط الخليه فرضا الخليه العصبيه، فراح هو ينشط الخليه العصبيه، راح يسوي لها اكزايتيشن يعني تتهيج. فرضا على سبيل المثال اذا عندي كلورايد وبوتاسيوم دخلوا للخليه فراح يسوي لها انهيبيشن، راح يسوي لها انهيبيشن ويثبط مثلا عمل الخليه العصبيه. فعلى سبيل المثال الادويه المهدئه من يجي يرتبط الليجند بالريسبتر
هتنفتح عندي الايون شانلز وهيدخل عندي الكلورايد، فمن حيزيد عندي الكلورايد داخل الخليه العصبيه فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انهيبيشن للخليه العصبيه، وبالتالي الشخص حينام او راح يهدئ. فهاي هي فلسفه عمل المهدئات عن طريق الليجند جيتد ايون شانلز، ان هي تدخل الايونات او الالكترولايتات تدخل الى داخل الخليه العصبيه، ممكن تسوي لها انهيبيشن او اكسايتيشن. هسه نجي الى اهم موضوع وهو الجي بروتين كابل ريسبتر، اللي هو ثاني اشهر نوع وابرز انواع الريسبترات الموجوده. انا ليش سميته جي بروتين كابل ريسبتر؟ شنو معناته جي بروتين كابل ريسبتر؟ يقصد بي انه ريسبتر مرتبط بالجي بروتين، والجي بروتين متكون من 3 سب يونت اللي هي الفا بيتا وجاما. فيقول انا عندي جي بروتين كابلد تو ريسبتر، فلذلك سميته جي بروتين كابل ريسبتر، وعاده يختصر بالجي بي سي ار اس. هو يسمى ايضا بال7 ترانس ميمبرين، يعني المستقبل السباعي، دومين ريسبتورز 7 ترانس ميمبرين ريسبتورز او هيبتاثيكال ريسبتورز او المستقبل الهيبتا هيليكا، سوري الهيبتا هيليكا ريسبتورز. الهيبتا هيبت يعني سبعة، سيربنتين ريسبتور ان جي بروتين لينكت ريسبتور. هاي كلها تسميات الجي بروتين كابل ريسبتور، بس هي فكرته انه انا عندي جي بروتين يتكون من 3 سب يونت الفا بيتا جاما. هاي 3 سب يونت اسميها جي بروتين، هي حتيجي ترتبط بالريسبتر، فهذا النوع اسميه جي بروتين كابلد ريسبتر. طبعا آلية العمل شلون تتم؟ انه انا يقول عندي ليجن، الليجن حيجي يرتبط بالريسبتر، وهذا الريسبتر من حيجي يرتبط؟ طبعا الريسبتر من حيجي الريسبتر هو حينقل الإشارة للجي بروتين، والجي بروتين عن طريق عملية تتم اسمها سكت ميسنجر حتأثرني على الإفكتر بروتين، وبالتالي حتفتح لي هاي القناة. خلي نجي سوي نشوف هذا الفيديو اللي يوضح لي آلية عمل الجي بروتين كابلد ريسبتر من يجي يرتبط بالليجن. جي بروتين كابلد نيوروترانسميتر ريسبتورز do not have ion channels as part of their structure. Instead, they function through intermediary molecules called جي بروتينز. These receptors also have two domains. هذا هو الليجن. هاي هي الجي بروتين اللي تحتوي على 3 سب يونت الفا بيتا جاما. من حيرتبط بيها الريسبتر حينقل الاشاره للجي بروتين، والجي بروتين بعمليه تسمى سكت ميسنجر حتاثر على الافكتور بروتين، والافكتور بروتين حيخلي انا تنفتح وتفقد عندي such as enzymes that go on to open with ion channels. Most of the biogenic amines and peptide neurotransmitters signal through G protein coupled receptor. احنا مو ذكرنا قلنا G protein coupled receptor ممكن احنا يطلق عليه اسم 7 transmembrane domain receptors 7 trans TM receptors. يعني هو يتكون من سبع قطع. السبع قطع نوضحها بهذا الرسم. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. فهاي أنا أحطها ببالي معلومة إنه الجي بروتين كابلد ريسبتر ممكن يطلق عليه اسم 7 ترانس ميمبرين دومين ريسبتورز، وهذا 7 ترانس ميمبرين دومين ريسبتورز عرفت منين جاي. هذا هنا يوضح لي إنه يقول الستركتشر أوف جي بروتين كابلد ريسبتر مقسمة إلى قسمين، إكسترا سيلولار دومين الجزء الخارجي، والإنترا سيلولار دومين الجزء الداخلي. بدون ما اجي اقرا هاي التفاصيل، انا من اجي اباوع على هذا الرسم اشوف اميز، اقدر اميز بين الجزء الخارجي والجزء الداخلي. الجزء الخارجي منين يتكون؟ يتكون من الليجن والبايندينج ايري اللي هي هاي البايندينج ايري. اما الانترا سيلولار دومين منين يتكون؟ يتكون من الجي بروتين والافكتر بروتين. هسه نجي الى types of G protein coupled receptor. انا مو قلت هنا أنا عندي G protein، هذا G protein راح يكون عندي بيه ثلاث انواع. النوع الاول GS، النوع الثاني GI، والنوع الثالث هو GQ. هاي الS يقصد بها stimulatory او stimulation، او ممكن احنا نسميها also called GAS، او ممكن called GAS.
هاي الـ A يقصد بها أدينيل سايكليز، وهاي الـ S هي الستيموليتر. الأدينيل سايكليز هي موجودة داخل الخلية. فش يسوي هذا الـ G بروتين من نوع الـ S الستيموليتري؟ هذا يسوي استيموليشن للأدينيل سايكليز اللي موجودة داخل الخلية، والأدينيل سايكليز راح يسوي اكتيفيشن للسايكليك AMP. والسايكليك AMP هذا ايش راح يسوي؟ هذا من يصير لأكتيفيشن راح يفتح الايون شانلز، وبالتالي حيدخل لي الكالسيوم. ومن قلنا من تدخل الكالسيوم من يدخل للخلية راح يسوي لها اكزايتيشن، راح يهيج لي الخلية. النوع الثاني هو الجي اي، والاي هاي جاية من كلمة انهبيشن، وممكن يطلق عليه جي اي اي، والاي هي الادينيل سايكليز والاي هي الانهبيتر. الجي اي هو عكس الجي اس. الجي اس قلنا هو استيميليشن، والجي اي هو انهبيشن. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انهبيشن للادينيل سايكليز اللي تقع داخل الخلية، ومن يصير عندي انهبيشن للادينيل سايكليز راح يصير عندي تلقائيا انهبيشن للسايكليك اي ام بي. ومن قلنا يصير عندي انهبيشن للسايكليك اي ام بي، ايش راح يصير؟ ما راح يدخل عندي كالسيوم للشانلز. فبالنوع الاول راح يصير عندي اكزايتيشن بدخول الكالسيوم للخليه، والنوع الثاني حيصير عندي انهبيشن للخليه لان الكالسيوم ما راح يدخل لها. النوع الثالث هو الجي كيو. يقول هذا الجي بروتين كابل ريسبتورز من نوع كيو، انه راح يسوي لي اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي. وهذا الفوسفولايبيز سي شو يسوي؟ راح يحطم لي الفوسفاتيديل اينوسيتول 4-5 باي فوسفيت، راح يحطم لي هذا المركب الى الاينوسيتول تراي فوسفيت اللي هو هذا الاي بي 3 والداي اسيل جليسيرول. والاينوسيتول تراي فوسفيت شو يسوي؟ راح انكريس ذا كالسيوم انفليكس ليد تو كونتراكشن، يعني راح يدخل لي الكالسيوم للخليه. انفليكس يعني خروج، افليكس يعني انفليكس سوري يعني دخول، وبالتالي حيصير عندي كونتراكشنز. اني عندي الكالسيوم فرضا على سبيل المثال من يدخل للخليه العضليه راح يصير عندي كونتراكشنز. فهذا هو هي انواع التايبس اوف جي بروتين كابلد ريسبتورز. النوع الثالث من انواع الكلاسيس اوف ريسبتورز هي الانترا سيلولار ريسبتورز. الانترا سيلولار ريسبتورز هي مو موجوده على البلازما ميمبرين، وانما موجوده في السيتوبلازم والنيوكليوس. هذا السيتوبلازم عندي هذا هو الانترا سيلولار ريسبتور، هذا هو الانترا سيلولار ريسبتورز، وعندي اني الليجند. فالليجند حتى يدخل ويعبر البلازما ميمبرين لازم يكون هو لايبوفيليك، واللايبوفيليسيتي مالته عاليه. فمن حيدخل حيرتبط بالامترانسيل ريسبتور، وبعدها حيدخل للنيوكليوس، ممكن هذا الليجند حيرتبط ايضا عن طريق الريسبتورز، حيرتبط لي بالدي ان اي. الدي ان اي طبعا هو المسؤول على صناعه البروتينات، فممكن هذا هو الليجند اللي حيرتبط لي ايضا بالدي ان، حيغير لي من الجينات الدي ان اي، ممكن يزود لي في صناعة البروتينات. ومن تزداد عندي كمية البروتين المصنعة ايضا حتنطيني فد افكت. فهذا فد ملخص بسيط يوضح لي الامترا سيلولار ريسبتورز. هسه نجي للنوع الرابع اللي هو الانزيم لينكت ريسبتور. هاي الصورة توضح لي الانزيم لينكت ريسبتور. والانزيم لينكت ريسبتور ممكن اسميه تايروسين كاينيز، لانه هذا اصلا الانزيم هو اسمه تايروسين كاينيز. فكرة الإنزيم لينكت ريسبتر إنه أنا عندي ريسبتر ومرتبط بإنزيم، وهذا الإنزيم مثل ما ذكرت اسمه تايروسين كاينيز. هاي السيجنال مولكيول إن فورم أوف دايمر، يعني هاي اللي هي المولكيول من حتيجي ترتبط بالمستقبل مالتها حتسوي لي أكتيفيشن للإنزيم. وبالتالي من حيصير الأكتيفيشن أو ستيموليتد للإنزيم راح يسوي لي فوسفوريليشن، راح يصير عندي فوسفوريليشن لهذا الانزيم. فهسه الملخص لحد الان هنا انه بعد ما ارتبط عندي المولكيول هذا المستقبل حيصير عندي اكتيفيشن للكاينيز
للكاينيز للتايروسين كاينيز، وهذا الاكتيفيشن يصير عن طريق الفوسفوريليشن للتايروسين. وانا احط ببالي وين اينما وجدت كلمة فوسفوريليشن يعني اكتيفيشن، وبعد ذلك حينطيني الافكت. هذا ملخص بسيط يوضح لي الانزيم لينكت ريسبتر. فصارت عندي موليكيول تجي ترتبط بالريسبتر وحتحفز لي الانزيم. هذا الانزيم راح يتحفز عن طريق عملية تسمى بالفوسفوريليشن، وهاي الفوسفوريليشن راح تصير للتايروسين كاينيز، ومن حتصير عندي فوسفوريليشن راح تصير عندي اكتيفيشن للانزيم، وبالتالي حتنطيني الافكت. لهنا خلصت الميجر كلاسيس اوف ريسبتورز، وكوننا فد معلومات أساسية عن هذا الموضوع. هسه حنجي إلى موضوع جدا مهم وهو الليجند ريسبتور انتراكشن. شلون حيجي عندي الليجند يرتبط عندي بالريسبتور؟ وأنا ذكرنا في بداية المحاضرة قلنا الارتباط حتم وفق ثيوري نظرية تسمى بالقفل والمفتاح. نشوف هنا هذا هو الإنزيم، وهذا هو السبستريت أو الليجند. الليجند هنا عوض عنها بكلمة سبستريت. فيقول هنا good substrate و bad substrate، يعني هذا المفتاح حيجي يقعد بالإنزيم، سوري راح يجي يقعد بالإنزيم، وهذا ما راح يجي يقعد بالإنزيم. ليش؟ لأنه تختلف الشفرة مالته. هذا أيضا توضيح لمبدأ القفل والمفتاح. من حيجي المفتاح يقعد بالإنزيم حتنطيني الأكتيفيشن. يعني هي الفكرة مالتها بالضبط أنه أنا عندي باب الغرفة وباب الاستقبال. باب المفتاح مال باب الاستقبال مليون بالمية ما راح يجي يفتح لي باب الغرفة. ليش؟ لأنه الشفرة مالته ما تقعد عليه المستقبل. فهي توضيحية للثيوري اللي هي اللوك اند كي ثيوري. مثل ما وضحنا بالسلايدات السابقة قلنا الليجند هو أي شيء ممكن يرتبط بالريسبتر، وهذا الأي شيء اللي ممكن يرتبط بالريسبتر ممكن هو يسوي لي اكتيفيشن أو يسوي لي انكتيفيشن. فيقول هنا أن الليجند اللي عنده افينيتي أو عنده ميول and activate receptor اللي ينشط الريسبتر أسميه agonist، أسميه agonist. والليجند اللي عنده affinity ولكن هو ما يسوي لي activation يعني ما ينشط للريسبتر راح أسميه antagonist. يعني هذا يجي يغلق، يجي يقعد بالريسبتر ويغلق. هاي صورة توضيحية تقول لي إنه هاي المولكيول اللي تجي ترتبط بالريسبتر اسمها ليجند، وهاي الليجند هو ممكن يكون agonist or antagonist. زين، بما انه هسه احنا مرينا الى مصطلحين مهمين هو الagonist والantagonist، خلي نجي نشوف فيديو بسيط يوضح لي شنو هو المقصود بالagonist وشنو هو المقصود بالantagonist بطريقة جدا واضحة. خلي نجي نشوف. احنا بعد ما اخذنا فكرة عن الagonist وعن الantagonist وعن الريسبتر وعن الدراج، وافتهمنا انواع الagonist، كذلك افتهمنا انواع الانتاغونيست، خلينا نجي نشوف فيديو بسيط يرسخ هاي التعاريف والمبادئ اللي اخذناها ببالنا. ومن هنا لحد ما يصير عمرنا فد 100 سنه ما ممكن انه راح ننساه. ابقوا ويانا. انا اعتبر هذا البليك اعتبره هو الريسبتر. فهذا الريسبتر حتى اني انشطه شو يحتاج الى انتاغونست. فراح الواير اللي يجي يقعد بهذا البليك اعتبره هو اغونست، اعتبره هو اغونست. وبالتالي من اجي انا وحطيت الواير ايش راح يصير؟ راح تشتغل عندي هاي الاغنيه. لحد هنا عرفنا شنو هو الاغونست. بعد ما حطيت الواير بالبليك صار عندي اكتيفيشن، صار عندي اكتيفيشن الما سبحان الله، صار عندي اكتيفيشن لليوتيوب واشتغلت عندي هاي الاغنيه. هسه خلي اجي افهم الانتاغونست. الانتاغونست هذا الانتاغونست اجى، وبالتالي من يجي الاغونست الواير ما يجي ينحط ما راح يشتغل، ما راح يشتغل، وبالتالي ما راح تشتغل عندي هاي الاغنيه. إذا هسه احنا عرفنا الفرق بين الأغونست والأنتاغونست وما ممكن انه انسان بعد. خلاص هذني معلومتين انطبعن بالي.
هسه نجي لموضوع الدوز ريسبونس كيرف. حنجي لموضوع اللي اسمه البوتنسي. شو يقصد باني كلمة بوتنسي؟ يقول بوتنسي is a measure of the amount of a drug، كمية الدواء اللي هي ضرورية necessary to produce an effect of a given magnitude، يعني هي كمية الدواء اللي تنطيني أقوى تأثير، جرعة الدواء اللي تنطيني أقوى تأثير. بعد ما عرفنا ماذا يقصد بالبوتنسي، قوة الدواء، خلينا نجي نفسرها على ذني الرسم. هذا الرسم هو نفسه هذا الرسم، بس هذا بالإنجليزي وهذا باللغة العربية. يقول هنا بالهذا السكيم وضح لي، يقول من هو أقوى more potent drug A لو drug B؟ يقول EC50. هاي EC50 هو التركيز، هو التركيز الدوائي الذي يسبب استجابة تساوي 50% من الاستجابة العظمى. واضح. فيقول EC50 for drug A and B indicate that the drug A is more potent. ليش؟ يقول هنا الدرج A انطاني maximum effect بأقل تركيز، وصل للاستجابة مالته 50% بأقل تركيز، بينما الدرج B هو وصل للاستجابة مالته بتركيز أكثر من التركيز الـ A. فلذلك يوضح لي هنا يقول الدرج A is more potent than drug B، لأنه كمية قليلة من الدواء A أني أخذتها بالمقارنة مع الدواء B بحيث أنطتني 50% من التأثير. فصار هسه الملخص مالتي إنه هذا الدواء A يحتاج إلى تركيز واحد حتى ينطيني 50% من التأثير، بينما درج B يحتاج تركيز مقدار 2 فرضا على سبيل المثال حتى ينطيني نصف الاستجابة العظمى مالته. فدرج A هو more potent، يعني أنا احتاجيت كمية قليلة أنطتني تأثير نصف التأثير، نصف يعني انطتني 50% من الاستجابة العظمى، أقل تركيز انطتني 50% من الاستجابة العظمى. فهذا توضيح يقول لي انه البوتنسي هي تنطيني فد مقياس لكمية الدواء الضرورية حتى تنطيني effect of a given magnitude. هسا حنجي الى مصطلح ثاني وهو الافيكاسي، او ببعض المصادر وبعض الأساتذة يسمونه الإفيشينسي أو الإفيكاسي، كفاءة الدواء. فيوضح الإفيكاسي يقول هي مقياس لكفاءة الدواء، كفاءة الدواء أو الماجنيتيود، يوصل إلى أعظم استجابة بأقل تركيز بأسرع وقت ممكن. ممكن هاي هي فالتوضيح لمصطلح الإفيكاسي. فهذا السكيم، هذا طبعا نفس هذا مجرد اختلاف الإنجليزي هذا اللغة العربية. يقول هنا drug A is more potent than drug B. ليش؟ لأنه وصل للـ EC50 بأقل تركيز، والدرج A والدرج B هم عندهم نفس الإفيكاسي، نفس الإفيكاسي، لكن الدرج C هو عنده lower efficacy than drug A than drug B. فيقول هنا الإفيكاسي هي تعتمد على number of drug receptor complex. هنا صار عندي drug ريسبتر كومبلكس بكفاءة، هنا صار عندي درج ريسبتر كومبلكس بكفاءة، هنا صار عندي درج ريسبتر كومبلكس هو بالمقارنة هو قليل جدا بالمقارنة مع درج بي ودرج اي. فالملخص البسيط اللي اطلع منه من هذين السلايدين يقول متى ما الدواء اللي عنده اي سي 50 قليلة، او متى ما قلت الاي سي 50، هي الدواء يكون مور بوتنت، الدواء يكون مور بوتنت. فهي فد ملاحظة أنا أحطها ببالي من أجي أقرأ هيجي تفاصيل. هسا نجي نشوف أنواع الأجونست. عندي ثلاث أنواع من الأجونست: فول أجونست، بارشيال أجونست، إنفيرس أجونست. الفول أجونست إنه ينطيني أعظم استجابة ممكنة، ماكسيمال بيولوجيكال ريسبونس، فول يعني قبض مثل ما يقولون، والبارشيال ينطيني استجابة جزئية. النوع الثالث اللي هو الانفيرس اجونست يقول produce a response below the baseline response، يقول هو انه ينطيني effect اقل من البيسلاين. خلينا نشوف هاي الصورة، يعني الانفيرس اجونست ينطيني تأثير اقل من الصفر جوا البيس
لا الفول اجونيست هو ينطيني ماكسيمال افكت 100%، البارشيال اجونيست جزئي. هذا هو البيس لاين، هو ينطيني جوه الصفر، ونسميه احنا الانفيرس اجونيست. هسه نجي للتايبس اوف انتاجونيست اور بلوكرز. انتاجونيست المصطلح اللي يرادفه بلوكرز. عندي كومبتيتيف انتاجونيست وعندي نون كومبتيتيف انتاجونيست. كومبتيتيف الكومبتيتيف انتاجونيست يقول يعني عندي مادتين يتعاركون يتنافسون على نفس الريسبتر، على نفس الريسبتر. فيقول هنا the competitive antagonist prevent the agonist from the binding to its receptor and maintain receptor in activated state. ولكن انا متى ما ازيد تركيز الاجونست راح اتغلب على الانتاجونست، يعني متى ما ازيد تركيز هذا راح اتغلب على هذا، واذا ازيد تركيز هذا راح اتغلب على هذا. فهي الفكرتها انه انا متى ما ازيد تركيز الاجونست، ففرضا على سبيل المثال هذا الشخص هو اجونست، ازيد تركيزه راح اتغلب على تاثير الانتاجونست. يقول النون كومبتيتيف مثال عن الريفرسبل والريفرسبل. الريفرسبل يقول انه اني ماده ترتبط بالريسبتر ممكن تتحرر من عنده، هنا ما ممكن انه تتحرر من هذا الريسبتر او يحتاج لها وقت طويل حتى تتحرر. من تتحرر الماده هاي الريفرسبل راح يعطيني تاثير هو شورت اكتنج، ومن هنا المادة ما تتحرر من الريفرسبل، من ما تتحرر من الريسبتر بسهولة راح تنطيني اللونج اكتنج. مثال عليها البروتون بامب انهبيتر. البروتون بامب انهبيتر عادة تؤخذ، عادة الجرعة الكبيرة تؤخذ مرة واحدة باليوم، لأن هي الريفرسبل بايندينج. ومن الريفرسبل بايندينج وقلنا هي تنوخذ مرة واحدة، يعني راح تنطيني لونج اكتنج، حتشتغل على مدة تأثيرها حيطول بسبب ارتباطها اللي هو الريفرسبل بالريسبتر. حنجي الى اخر موضوع حلقتنا هذا اليوم اللي هو الريجوليشن اوف ريسبتر. عندي مصطلح الداون ريجوليشن، مصطلح الاب ريجوليشن. الداون ريجوليشن هو يقول عمليه ديكريس ان ذا نمبر اوف ريسبترز، هذا هو الداون ريجوليشن. بتقل عندي المستقبلات اون ذا سيرفيس اوف ذا تارجت سيل ديو تو كونتينوس ستيمول. انا ابقى هالقد ما احفز الريسبتر بالاجونست راح يصير له ديسنسيتايزيشن، تقل الحساسية مالته لهاي المادة، وبالتالي حتقل المستقبلات. المصطلح الثاني اسمه الاب ريجوليشن، زيادة بال الريسبتورز اون ذا سيرفيس اوف ذا تارجت سيل ديو تو ذا كونتينوس بلوكينج. انا ابقى هالقد ما اغلق هاي الريسبتورات حتزداد عندي على سطح الخلية. المصطلح الثاني، المصطلح الثالث هو التوليرنس. التوليرنس قوة التحمل الشخص لهذا الدواء. فيقول انه هي حاله، يقول حاله which no longer respond to the drug، يعني الشخص ما راح يتحمل هذا الدواء او هذا الدواء ما راح يشتغل على هذا الشخص الا ازيد الجرعه مالته حتى اصل الى السيم افكت. يعني التوليرنس انه الشخص هذا ما يتحمل الدواء، او هذا الدواء انا من انطيه للشخص ما راح يتحمله او ما راح يشتغل عليه، فيحتاج اني ازيد الجرعه حتى يشتغل هذا الدواء ويوصل نفس تركيزه اللي كان عليه، نفس تركيزه السابق. يقول هنا مصطلح التاكي فالاكسيز هو ميديكال تيرم ديسكرايب ان اكيوت سدن ديكريس ان ريسبونس تو ذا دراج افتر ات ادمنستريشن. يقول متى ما انا اعطيت الدواء لهذا الشخص وهذا الشخص ما راح يستجيب له، يعني ما راح يستجيب له بصوره مفاجئه تصير، فهاي الحاله انا اسميها التاكي فالاكسيز. هاي هنا أنا صورة توضح لي الثيرابيوتيك اندكس. احنا تحدثنا كثيرا عن الثيرابيوتيك اندكس. يقول هاو او اسميها المارجن اوف سيفتي، هاي هي الاي دي 50 والتي دي 50 اللي هي هاي التوكسيك دوز وهاي الثيرابيوتيك دوز، والمسافة بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز اطلق عليها مصطلح الثيرابيوتيك اندكس او مارجن اوف سيفتي. واخذنا مثال عليها قلنا الديجوكسين جرعته باليوم تكون مرة واحد لانه هو عنده هاي ثيرابيوتيك اندكس، وانا متى ما ازيد الجرعه حتزداد عندي التوكسيسيتي. لهنا انا خلصت محاضرتنا هذا اليوم. انا اعتذر جدا على الاطاله، كنت اتمنى الحلقه تكون 30 دقيقه، ولكن اكيد انت من حتسمع الفيديو حتندمج ويا المعلومات اللي اذكرها، خصوصا الفيديو بخصوص الاجونست والانتاجونست. سويته كريفرشنج لك حتى ايضا تنوع، ان تكون المحاضره متنوعه وليس فقط معلومات علميه وتمل من عندها. لهنا انا خلصت، خلص عندنا تشابتر الانترودكشن اون ذا فارماكولوجي.
إن شاء الله حنبدي بالموضوع الثاني اللي هو السكشن الثاني من سلسلة حلقات Pharmacist Guide، وهو الجاسترو انتستينال سيستم، وحنبدي بأول موضوع اللي هو الجاسترو إزوفيجيال ريفلكس ديزيز. المحاضرات القادمة إن شاء الله حتكون معدة بطريقة جدا حديثة، وصممنا المحاضرة بشكل لطيف. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وأتمنى أكون قد وفقت في شرح هذه المحاضرة، وشكرا جزيلا.